بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا زميلي محمد بمريك المري. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، أحييكم ورحب بحضراتكم في يوم من أيام هذا المهرجان السنوي الكبير لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث استونفت في صباح هذا اليوم الاثنين الخامس من مارس عام 2018، هذا اليوم الذي يوافق لي السابع عشر من جماد الآخر لعام 1439 للهجرة، في يوم من أشواط في يوم من أيام الأشواط المفتوحة وسن اللقايا وهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة، مع هذا العرض المميز في الانطلاقات الصباحية الخاصة في أشواطها الأولى بالإنتاج. تابعنا أول الأشواط الرئيسية في صباح هذا اليوم رشفة لهجن الشحانية تنتزع الشلفة الذهبية الخاصة بالإنتاج. أول الأشواط يذهب مع المضمر محمد بن خالد العطية لينطلق على بركة الله. شوطنا الأول الرئيسي في الفترة الصباحية أيضا شوط خاص له خنجر ذهبي، بالإضافة إلى سيارة تويوتا ستيشن جي إكس آر في انتظار من ينتزع الخنجر. هذه الانطلاقة موفقة إن شاء الله لهذه السبق وهذه الأصايل وهذه القعدان. طبعا الخمسة كيلومترات مسافة أشواطنا في سن اللقاية، نبدأ بسم الله مع قالط على المركز الأول لهجن الشحانية، يضمنها محمد بن خالد بن عبد الله العطية، يليه بالمركز الثاني اللي غير مبدي لهجن الشحانية بقيادة أيضا محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثالث نتابع النادر لهجن الشحانية مع شبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الرابع يتواصل القادم لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني، حسين بن سفران في المتابعة بالمركز الرابع. هناك المركز الخامس البرق لسعادة الشيخ ناصر بن علي بن أحمد آل أحمد آل ثاني، إبراهيم بن عبد الله بن أدريس في المتابعة. النداء الأول متابعينا مشاهدينا الكرام، أول نداء لهذه المجموعة، خمسة أسماء في هذا المسار، مسار الخمسة كيلومترات، نتمنى التوفيق للجميع. الخنجر الذهبي هناك مع خط النهاية، الخنجر صراع هجن الشحانية في المقدمة، دائما دائما هذا الشعار الأدعم الكبير دائما في الأشواط الرئيسية، تجد هذا الشعار متواجد بالقمة بالهرم، يتواجد بثلاثية مميزة مع ثلاثة أسماء عملاقة، ثلاثة أسماء تاريخية حضرت في الشوط الأول. الإنتاج وين؟ الإنتاج أم الزبار، الإنتاج أم الزبار، يعني ماركة مميزة، ماركة مميزة، إنتاج مميز، إنتاج ذهبي، يبحث اليوم عن الذهب، يبحث عن تحقيق الذهب، هذا هو الإنتاج وإلا فلا. إنتاج هجن الشحانية، إنتاج أم الزبار، يتقدم العطية، محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتقدم مع قالط، يقلط قالط في هذا المسار، مسار الشوط الأول، والخنجر الذهبي يبحث عن تحقيق رمز آخر. يبحث عن تحقيق رمز آخر بعد رمز رشفة صاحبة الشلفة الذهبية في الشوط الأول. في الشوط الأول الرئيسي وين؟ الشوط الرئيسي وين؟ الخنجر الذهبي وين؟ هذا هو شعار هجن الشحانية مع المركز الأول مع قالط، بينما مبدع المركز الثاني أيضا يتقدم تعزيزا لقالط مع محمد بن خالد بن عبد الله العطية، مضمر المشاغب، المضمر المشاغب في أول الأشواط. الله، المركز الثالث، المركز الثالث
النادر لهجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران المري. أنتقل إلى المركز الرابع، أجد مهدي لهجن الشحانية، أيضا محمد بن خالد بن عبد الله العطية، وهنا القادم لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، أيضا من المنتجين المميزين سعادة الشيخ فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، أحد أكبر وأقوى المنتجين في عالم سباقات الهجن. هذا هو الشعار المميز، أحد أنجاله سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني. والمتابعة مع حسين بن محمد بن سفران، لكن نعود إلى وين؟ إلى الكيلومتر الأخير. مرتاح العطية، مرتاح العطية، يراقب الخنجر الذهبي، مع المركز الأول، مع قالط. لكن شبل المضمرين، والله يمكن يسويها الشبل الحين. الله، النادر خطير، النادر اللي بالمركز الثاني لهجن الشحانية، أيضا مع شبل المضمرين جابر بن سالم بن فران. المركز الثالث مبدي من الجانب الآخر، لهجن الشحانية مع محمد بن خالد بن عبد الله العطية. اقتربنا من الختام، الخنجر الذهبي مع خط النهاية، العطية يتقدم، العطية مع مبدي، والقادم مهدي، ومهدي، هدي مبدي لمهدي. الله، إذن الخنجر الذهبي يضاف إلى رشفة، إنجاز رشفة مع محمد بن خالد العطية. الشعار شعار من؟ شعار هجن الشحانية مع العطية. العطية يحقق رمزين متتاليين، رمزين ذهبيين مهديهما لعشاق شعار هجن الشحانية مع مهدي ومبدي. الله يا مهدي، مبدي ومهدي. إذا خط النهاية يستقبل مهدي ومبدي على المركز الأول والثاني بقيادة محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثالث النادر لهجن الشحانية، المركز الرابع، وصل شباب لهجن الشحانية، المركز الخامس، يقالط لهجن الشحانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، تهنئة للمضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية على فوز هجن الشحانية بأول الأشواط الصباحية الخاصة بالقعدان التوقيت الزمني، لمن خطف الخنجر الذهبي. مبدي لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد بن عبد الله العطية التوقيت الزمني، لحظة وصوله وخطفه للخنجر الذهبي في أول الأشواط، مضيفا لرمز رشفة الشلفة الذهبية. تهانينا والناموس. التوقيت، يا مخرجنا. التوقيت الزمني، لحظة وصول مبدي لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد بن عبد الله العطية. طبعا 7 دقائق بلا شك، بشوف الثواني وأجزاء الثانية التي رافقت هذا البطل من خطف الخنجر الذهبي. 7 دقائق 28 أو 29 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني، 7 دقائق 30 ثانية، جزئين من الثانية. تهنئة لهجن الشحانية، تهنئة للمضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثالث، النادر لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران المري. التوقيت الزمني 7 دقائق 32 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.